الخوف من مظاهرات 11 او الدعوات بتاعت 11 نوفمبر مستمر عند نظام السيسي واعلامه، اللي خلى اعلام السيسي الحقيقه يعترف ان الشارع المصري فيه احتقان. ده مش كلامي، ده كلام رجل كل العصور المطبلات الاكبر مصطفى بكري. احتقان في الشارع، بكري يطالب بمثول الحكومه للمحاسبه امام النواب. بس حد يقول لمصطفى بكري ان بدل ما تحاسب النواب، دول سكرتارية، حاسب الوزراء قصدي، حاسب كبيرهم الاول. السيسي نفسه هو السبب الرئيسي في الاحتقان. الشعب الحقيقه تعب بسبب حاجات كتير قوي كتير قوي، اسعار، شعب صبر عليك كتير قوي، يعني ملاحقه امنيه وتفتش في موبايلات الناس وتروحوا تاخدوا ذهب الستات وتبهدلوا البيوت وتعملوا رعب وتفصلوا الناس من شغلها بدعوى ان اخواني، كوارث. بس كمان الاقتصاد موت الناس، لكن في الظلم، السجون اللي كان اخرها وفاه معتقل في عمر الظهور بعد ما اعتقلوه 8 سنين. 8 سنين اسلام ممدوح السني فابو زعبل على حسب ما وثقته الشبكه المصريه لحقوق الانسان، اسلامه بعد 8 سنين خد حكم 8 سنين خلاص. الراجل خلاص كان قرب يخلص 26 سنه. معلش يا علي، دخل السجن عمره كام؟ دلوقتي هو توفى عنده 18 سنة. دخل السجن عنده 18 سنة. بلغ من العمر 26 سنة. خلاص هو بيخلص فترة حكمه وهو خارج راحوا ملبسين له، دوروه في قضية جديدة. جات له أزمة قلبية مات. هو ربنا يرضى بكده؟ شاب عمره 18 سنة مسكتوه في أي قضية ولبسوه تهمة، قعد 8 سنين في السجن. 8 سنين وهو خارج بعد انتهاء المدة راحوا مدخلوه في قضية إسلام، انت فاكر نفسك هتخرج؟ تعالى في قضية جديدة. ما قدرش يتحمل، جات له أزمة قلبية مات. هي دي بلد؟ ده انت لو بتؤمن بإله بأي ديانة، أي ديانة، لا يمكن تعتقد ان البلد دي هتمشي حالها، مستحيل. ذنبه ايه ده؟ طب ذنب أهله ايه؟ 26 سنة يا جحدين، 26 سنة قبضتوا عليه عنده 18 سنة وبتدوروه في قضية جديدة. مش بس موت الشباب في السجون، لا ده كمان حقيقة تجبر الشرطة على الناس، تجبر الشرطة، الغل اللي عند الشرطة تجاه الناس. بص فيديو ضباط بيعتدوا على مواطن بالضرب والإهانة في حملة بيدافع عن بيته، اتفرج. معرفش الإمام ابن حزم تقريبا ما كنتش مخطئ، اللي قال إذا حبيت تعرف أخلاق واحد، أي واحد، إذا حبيت تعرف أخلاقه عاملة إزاي، شوف تصرفاته مع الأضعف منه. يعني لما تبقى ضابط وحواليك قوة مدججة بالسلاح ومسكت واحد أعزل مهما كانت قوته هيقدر على كام راجل، فتنزل إهانة فيه كده، فأنت جبان. غالبا الإمام ابن حزم، إذا حبيت تعرف أخلاق شخص شوف تصرفه مع الأضعف منه. لما تبقى قوي كده وقاعد قوي وعندك كل الإمكانيات إنك تسحق اللي قدامك وبعدين تتصرف، شوف هتتصرف معاه إزاي. ظابط نازل معاه أسلحة تفتح عكة والراجل ده بيدافع عن بيته، خلاص مسكته يا عمي، أنت مسكته ليه بقى التلطيش والتاني جاي يعجامل ويلطش؟ ايه الغل ده؟ مسكته خلاص، دخلوه البوكس وخلاص وتعامل معاه قانوني. ليه الضرب والاهانه واولاده يتفرجوا عليه فوق ومراته تصوق؟ ليه؟ ليه الغل ده؟ انت كده قوي يعني؟ انت قوي بالبدله اللي انت لابسها وبالمسرح اللي انت عامله وبالاسلحه اللي انت شايلها بس. لكن لو نزع عنك كل ده فانت اضعف من الراجل اللي انت ممسوك ده. يا حضرات البلد ناس، يعني المعتقلين، الاخت علاء عبد الفتاح اتسجنت 3 سنين في مصر، 3 سنين عشان راحت للنائب العام تشتكي له من تصرف ضابط امن وطني معاها، وهي قدام مكتب النائب العام اتقفشت واتحبست 3 سنين. خرجت على هربت من مصر، هربت، راحت اعتصمت دلوقتي قدام وزارة الخارجية تقريبا
البريطانية. ادي الخبر اهو، سناء سيف معتصمة عند وزارة الخارجية البريطانية بعد فرارها. سناء سيف تعلن اعتصامها امام الخارجية البريطانية. اعلنت شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح سناء سيف اعتصامها غدا الثلاثاء امام مقر وزارة الخارجية، ده كان اول امبارح، في وايت هول، لمطالبة الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراح أخيها المحتجز منذ أكثر من 3 سنوات. عملت حوار مع الجارديان، حكت في الحوار ده سناء، حكت إزاي كانوا بيعذبوها، حكت إزاي كانت بتبات في زنزانة، وشكل الزنزانة عامل إزاي. فبتقول الضباط لما كانوا يحبوا، لأن هم مش طايليني، فبتقول عشان هم يعذبوني كانوا يعملوا، يجيبوا ست وينزلوا فيها ضرب قدامها. انا مش انا اجيب حاجه من نفسي. ده الملخص بتاع حوارها مع الجارديان كما ترجمته عربي 21. اطلع بقى بالتفاصيل. ست يعني يجيبوا لها ست تقعد يضربوا فيها قدامها، هي اللي بتقول. قالت الناشطه سناء سيف شقيقه علاء عبد الفتاح انها مش قررت مغادره مصر نهائيا، مش ترجع تاني، بسبب ما تعرضت له العائله من قبل سلطات الانقلاب بسبب النضال من اللي اشتغل. وفي مقابلة مع كاتب في صحيفة الجارديان قالت سناء أنها سجنت 3 مرات في مصر وهي الآن في لندن، وكان قرار مغادرة القاهرة غير سهل رغم أنها عانت من التعذيب والضرب الوحشي والتهديد من قبل النظام القمعي في القاهرة. وتفاصيل تانية ذكرها معرفش عندنا ولا لا علي، وأنا يهمني، بس يهمني نقرا التفاصيل، لأن أنا قعدت أقرا التفاصيل. اي ظابط ده؟ طب انت بتحقق مع بنت صغيره او ست يعني، ما تحقق معها باحترام، لا لازم يعمل لها رعب ولازم يقعدها. هي بتقول كنت ببقى لابسه خفيف ويقعدوني في درجه حراره فظيعه جدا في التكييف. ونقلت او لفتت الى كنت اسمع من لا فوق يا علي. وقالت سناء سيف كنت اسمع من زنزانتي وارى اشخاص يتعرضون للتعذيب، وكان السجناء يستجوبون ثم يشتمون ويضربون، سمعت صراخ صعق بالكهرباء وبذلت كل ما في وسعي في محاولة إيقافه. ولفتت إلى أن الضباط المحبطين من عدم قدرتهم على إزائها وجدوا طرق أخرى للتعذيب، كانوا يعذبون الناس عمدا حيثما كنت أسمع. كان الضباط يدخلون زنزانتي مع سجينة ثم يضربونها أمامي، لقد فعلوا ما في وسعهم في حدود إمكانياتهم. هي بتحكي ازاي يعني خرجت بعد 3 سنين، راحت واخده بعضها ومش هترجع مصر تاني. دي بنت عبد الفتاح، ولا اخوان ولا ارهابيه ولا اي حاجه في الدنيا. انما انتوا يعني الحقيقه دي مش دوله، ولا دول ضباط، ولا داخليه، ده شغل عصابات، ده شغل العصابات بتاعه الداخليه والعصابات بتاع السيسي نفسه. الاحتقان ده كله بتنفيذ داخليه، وبتقول ان اللي بينشروا الفيديوهات دي اهل الشر بيفبركوها. اهو الداخليه مقاطع الفيديو المتداوله لاخوان الارهابيه قديمه ومفبركه. بس طب يا عم احنا كدابين، سناء سيف كدابه، طب العالم كله اخوان، البنت دي اخوان، علاء فتاح اخوان، اللي كان ضد تجمع النهضه وكان وله فيديوهات وبيشتم في التجمع بتاع النهضه بتاع الاخوان، علاء اخوان، يا اخي باتريك جورج اخوان، القبطي المصري اخوان، يا جدعان بقى. واللي طلع ناشط شجاع من نشطاء يناير يرد عليهم بفيديو، صوروا الفيديو الناشط ده، نشوف كده نسمع بيقول ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا واحد من ضمن الناس اللي نزل ثوره 25 يناير قدام التحرير، كنا فاقدين 5000 عام، بقى القصه حضراتكم عارفينها. وان شاء الله نازلين 11/11، صور يناير راجعين لك يا بلحة. أنا طالع بوشي، راجعين عشان ننقذ اللي اتبقى من البلد بعد الخراب اللي أنت عملته، بعد الفساد والظلم اللي أنت صنعته. نازلين ننقذ ولادنا، نازلين ننقذ أجيالنا، ننقذ إنسانيتنا. إن شاء الله بإذن الله نازلين عشان نشيلك يا بلحة. الناس اللي انت كنت بتضحك عليهم خلاص فاقوا وعرفوا انت مين، والناس اللي كانت بتخاف منك خلاص الخوف راح من جواهم.
ان شاء الله نازلين 11/11 باذن الله عشان اكمل نظارتي باذن الله نازلين. وثوره حتى النصر، ثوره في كل شوارع مصر. ده ناشط اهو يا داخليه. الحل الوحيد لفك حاله الاحتقان ده هو اللي طرحه السياسي محمد انور السادات. الراجل بمنتهى الشيك قال لك انا اتوقع او اتمنى ان السيسي يخرج من المشهد بقى خلاص. اتوقع اعلان السيسي عدم الترشح للرئاسه مجددا. يعني ده حاول تخرج يا عبد الفتاح، لان انت، انا هحكي لك حكايه، انت مش قاري تاريخ كويس. انت كل ما بتقعد بتوحلها، كل ما بتقعد بتلف الحبل حوالين رقبتك اكتر. انا بقول لك والله، يعني اخرج دلوقتي قبل ما الدنيا تتورط قوي، لان انت لو خرجت بثوره مش هتبقى زي مبارك كده. مبارك 30 سنه وكان وراه ناس بتحبه، شاء من شاء وابى من ابى. مبارك كان في ناس بتحبه، سواء كانت الناس بتحبه باخلاص او كانوا بيحبوه دايره مصالح او بيحبوه بعدم وعي، هم حرين. انت ما عندكش حد اصلا خلاص، فانت كل ما بتقعد اكتر بتتورط اكتر. واوعى تفتكر شله العصابه بتاع الجيش اللي انت مسلمهم مشاريع دول عشان تسكتهم، دول في الاخر هيتقلبوا عليك يعني، زي ما انت اتقلبت كده على سامي عنان اللي هو كان سيدك رئيس الاركان. فانا رايي اسمع كلام محمد انور السادات وحاول تخرج فأقرب فرصة، لأنه كلما مر وقت عليك كلما اللعنة والاحتقان ضدك وضد أسرتك بيزيد أكتر. أنا بقولك نصيحة تعمل بيها أو ما تعملش، دي حاجة ترجع لك. كلما بتقعد أكتر كلما كراهية الناس ليك ولأسرتك بتكتر. حاول تنقذ رقبتك بأي طريقة. اللي بعده